مشاهدينا الكرام مرحبا بكم. غدا بدء تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية. ساعات قليلة تفصلنا عن تصويت المصريين في الخارج في أول انتخابات رئاسية تعددية تشهدها مصر في تاريخها، وأول انتخابات رئاسية في أعقاب ثورة 25 من يناير التي أطاحت بنظام مبارك. غدا الجمعة أول أيام ماراثون الانتخابات الرئاسية الذي يبدأ للمصريين بالخارج لمدة أسبوع في الفترة ما بين 11 و17 من الشهر الحالي لاختيار الرئيس. ويقوم حاليا عدد من المسؤولين في الخارجية المصرية بمتابعة السفارات من أجل الالتزام بمبدأ الشفافية المطلقة أمام المصريين بالخارج، بالإضافة للعمل على مدار 24 ساعة كاملة في السفارات بدءا من 11 من شهر مايو. ومن المقرر أن تتم عملية التصويت بأحد الطريقتين: الأولى حضور الناخب بنفسه لمقر البعثة الدبلوماسية أو القنصلية في الدولة التي يقيم بها، أما الثانية أن يكون التصويت عن طريق البريد. وفي هذه الحالة على رئيس اللجنة استلام المظاريف الواردة بالبريد وفقا لشروط وقواعد تم الإعلان عنها بالسفارات. حول استعدادات السفارات المصرية بالخارج لأول انتخابات رئاسية بعد الثورة واتجاهات تصويت الجاليات المصرية بالخارج والمرشح الأقرب إليهم، يسعدنا أن يكون معي في الاستوديو الدكتور محمد سعد منسق الاتحاد العام للجاليات المصرية بالخارج. مرحبا بك دكتور محمد. أهلا وسهلا، مرحبا بك. وسيكون معي أيضا عبر الهاتف السفير أحمد راغب مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية، وهو معي الآن بالفعل. مرحبا بك سيادة السفير. أهلا وسهلا بالضيف العزيز. مرحبا بك. سأبدأ يعني من هنا ومنك دكتور محمد، يعني أنت من وجهة نظرك كيف ستمثل مشاركة المصريين بالخارج في أول انتخابات رئاسية بعد ثورة 25 من يناير؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هو طبعا زي ما قلت لحضرتك قبل بداية الحلقة، أنا شايف أن في مجهود كبير ومبذول من فترة طويلة من الجهات الرسمية وعلى رأس وزارة الخارجية، ويسعدني أن يكون على الهواء معانا سيادة السفير أحمد راغب. أنا كنت التقيت به واتكلمنا مع بعض في أشياء كثيرة تخص المصريين في الخارج. انتخابات المصريين في الخارج في هذه المرحلة بعد الحكم التاريخي اللي احنا خدناه يوم 25 أكتوبر 2011، بتمكين المصريين ولأول مرة في التاريخ أن هم يشاركوا في العملية الانتخابية سواء كان تشريعية أو رئاسية. أنا بعتقد أن شاء الله غدا بناء على ما حدث في الانتخابات البرلمانية السابقة أن ما كانش فيه أي تجاوزات أو في أي مشاكل إلا القليل، وتم السيطرة عليها وحل المشاكل بشكل جذري وسريع من قبل الجهات المسؤولة، وعلى رأسها أكرر وزارة الخارجية مشكورين في دعمهم للمصريين في الخارج وبتوفير كافة الوسائل والسبل الممكنة. نعم. لإعطائهم الفرصة للمشاركة بشكل مشرف في الخارج. نعم. طيب سأنتقل إذن إلى سيادة السفير. سيادة السفير، يعني ما هي المجهودات التي تقوم بها الوزارة الآن لتسهيل عملية الانتخاب من جانب الناخبين المصريين بالخارج؟ شوفي حضرتك، احنا الحمد لله اقرينا الحق بالقانون اللي صدر بحق المصريين الانتخاب في الخارج. نفذنا موضوع الانتخابات البرلمانيه سواء انتخابات الشعب ومجلس الشعب بحرفيه ممتازه، والحمد لله كانت ناجحه جدا، فالحق اخذناه ونفذناه تماما. بالنسبه لانتخاب الرئاسه لن تقل المستوى سفرائنا وقناصلنا في الخارج عما تم في انتخابات مجلس الشعب. الحقيقه وزعنا عليهم قواعد انتخابيه، القوائم الانتخابيه من 3 أيام، من امبارح اتوزع عليهم القواعد الارشاديه عشان يتم تنفيذها حرفيا ما صدرت من اللجنه في الانتخابات الرئاسيه، والمستعدين الحمد لله تماما، والسندين جاهزه والمراقبين جاهزين، كل ما جاء في القواعد الارشاديه اللي جايه من لجنه الانتخابات تم تنفيذه، وان شاء الله يتم التطبيق بدءا من باكر الى يوم 17 ان شاء الله، وننجح كما نجحنا دائما. نعم. طب سيادة السفير، فيما يخص الصناديق، كيف من الممكن ان يكون هناك تامين لهذه الصناديق ومن المفترض ان تبقى يعني في السفارات ربما لمده اسبوع كامل؟ كيف ستكون عمليه التامين؟ اعتقد ان السفير او القنصل العام المؤمن على السياسه الخارجيه لمصر
قادر على انه بالامن اللي موجود في السفاره، واحنا عندنا في كل السفاره امن، وبخفض الصناديق بالخاتم الاحمر بالشمع الاحمر، واخذناها بختم مع السيد السفير شخصيا. اعتقد انه من يؤتمن على سياسه مصر الخارجيه يؤتمن على صناديق الانتخاب. نعم. طيب فيما يخص يعني بعض المشاكل الاخرى، يعني بعض المواطنين الشكوى بدات ان الاسماء غير موجوده في الكشوف، كيف تعاملتم مع هذه النقطه؟ اي كشوف؟ الكشوف اللي واردة إلينا من لجنة الانتخابات، وجميع الكشوف المسجل فيها من لهم الحق في الانتخاب، وهذه الكشوف تصل إلينا وليس للخارجية علاقة بعملها. إذا كان هناك مشكلة لمواطن أو لآخر، فالحل إن احنا بننقل المشكلة دي فورا إلى اللجنة الانتخابات الرئاسية، وبنجد حل ليها. إنما احنا بنقوم بدور التنفيذ. وأحب أقول لحضرتك يعني انه كله مستعد تماما لهذا الموضوع ان شاء الله، وعندنا غرفه عمليات السيد الوزير انشاها، وغرفه عمليات دي شغاله 24 ساعه طول فتره الانتخابات. طب يعني ما هي طبيعه عمل هذه الغرفه؟ غرفه عمليات دي طبيعه عملها تلقي اي استفسارات او اي مشاكل من الاستفسارات، وهمزه وصل ما بين ما يمكن ان يحدث على الواقع وما بين اللجنه الانتخابات الرئاسيه. نعم. عشان على طول نبقى معاهم يوم بيوم وساعه بساعه في اللي بيحصل، وفي نفس الوقت نطمن على كل حاجه الى ان يتم الفرز ويرسل الى غرفه العمليات اللجنه العامه كما بنسميها، ونوصل النتائج الى اللجنه الرئاسه العليا ان شاء الله. نعم، شكرا جزيلا لك سياده السفير احمد راغب مساعد وزير الخارجيه للشؤون القنصليه. يعني دكتور محمد، أنت كيف تعلق على التسهيلات التي قدمتها وزارة الخارجية للمصريين بالخارج؟ أنا بقول لحضرتك أنا بأكد على هذا، وأرجو يعني ألا أفهم خطأ إن أنا يعني بأيد حد أو بعارض حد، ولكن حقيقة القنصليات في الخارج والسفارات في الخارج بدعم من وزارة الخارجية وعلى رأسهم سيادة الوزير سيادة القنصل أو سيادة السفير أحمد راغب، وأنا أخص بوقعة حصلت من فترة كده في أزمة ما بين مصر ولبنان، وهو تدخل شخصيا لحل هذه الأزمة، وكادت أن هي يعني تطيح بالعلاقات السياسية بين البلدين. كان في تقريبا أكثر من 19 شخص معتصمين في السفارة المصرية في بيروت، وكان في اضرابات وبعض المشاكل، وتدخل الامن اللبناني وتم القبض على 7 منهم وقدموا لمحاكمه عسكريه عاجله. وبتدخل سياده السفير احمد راغب انتهت هذه الازمه، واعتقد ان في وفد دبلوماسي لبناني هيزور مصر في الفتره القريبه القادمه ان شاء الله لتبادل يعني وجهات النظر بخصوص المشكله اللي تم بشانها اعتصام مصريين في الخارج. أرجع لسؤال حضرتك، وزارة الخارجية أولت المصريين في الخارج اهتمامات بالغة، وخاصة بعد حكم المحكمة في 25 أكتوبر، والدليل على ذلك إن في انتخابات البرلمان أنا قلت لحضرتك كان في دعم موفق من الحكومة وخاصة من وزارة الخارجية. الآن شايف إن هم إلى حد ما استوعبوا كل المشاكل البسيطة، أنا أعتقد إنها مشاكل بسيطة اللي هي تمت في انتخابات التشريعية، وقادرين إن شاء الله خلال الفترة من 11 ل 17 إن هم يتجاوزوا كل المشاكل أو الخلافات ما بين المصريين وبين المسؤولين في الخارج. حتة الأسماء أنا لم يرد حتى الآن إن في مشكلة بالنسبة لكشوف أسماء المرشحين. الأسماء غير موجودة بالكشوف. الأسماء كلها كل المرشحين الرسميين موجودة في القوائم، والقوائم موجودة في المقرات الدبلوماسية بالخارج، سواء كانت في مقر بعثة دبلوماسية أو في قنصلية أو في سفارة. في تواصل مع بين المصريين في الخارج وبين وزارة الخارجية بشكل مكثف وبشكل طبيعي جدا لتناول هذا الحدث العالمي يعني بالنسبة لمصر، الحدث التاريخي، ولابد أن يخرج إن شاء الله هذا الحدث بعرس سياسي ودبلوماسي إن شاء الله لمصر في الخارج،
بعد احداث ثوره 25، وان شاء الله هنشوف قدره المصريين في الخارج، واحنا نثق في كل المصريين سواء في الداخل او في الخارج على يعني ان هم يعني يتولوا هذا الامر بشكل جاد دون احداث اي مشاكل او اي خلافات تحدث يعني بينهم لاهداف شخصيه او رؤى سياسيه او غير ذلك. نعم. طيب معي ايضا على الهاتف استاذ لطفي عبد اللطيف رئيس رابطه الاعلاميين المصريين بالسعوديه. مرحبا بك استاذ لطفي، وأبدأ معك، يعني هل هناك مشاكل محددة من وجهة نظرك قد يعاني منها المواطن المصري للتصويت في السعودية؟ السلام عليكم. عليكم السلام. مساء الخير على لمشاهدينك الأعزاء. للأسف الشديد تصر اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية أن تعيدنا إلى المربع رقم صفر. احنا استطعنا بفضل من الله عز وجل ان نقوم بعمل اجراء انتخابات للمصريين في السعودية البرلمانية سواء مجلس الشعب او مجلس الشورى بشكل حضاري وبشكل منظم وبشكل جميل جدا بالتعاون بين مؤسسات المجتمع المدني واعني الروابط والجمعيات المهنية وصندوق رعاية المصريين في السعودية وجمعية نادي المصريين، بحيث ان استطاع الجميع بالتكاتف مع السفارة والقنصلية ان يقوموا باجراء العملية الانتخابية بسلاسة. نعم. فوجئنا باللجنة العليا للانتخابات الرئاسية طبع شروط عجيبة جدا. اول شرط ان يكون مع المصري المقيم في الخارج بطاقة الرقم القومي، وكما تعلمين ان اي مصري يعمل في الخارج لا صلة له بالرقم ببطاقة الرقم القومي، لأن تعامله في البلد التي يقيم فيها بيكون عن طريق جواز سفره وعن طريق الإقامة التي تمنحها له الدولة المضيفة أو الدولة التي يقيم فيها. فكان الانتخاب نسجل عن طريق الرقم القومي ومعلوماتنا، وبناخذ البيانات اللي حضرتك بتنتخبي بيها عن طريق الانترنت، وهذا شيء جميل. ثم عند اجراء عمليه انتخابيه لابد ان ترفقي صوره من اقامه البلد التي تعيش فيها للتاكد من انك شخصيه التي تمارس العمليه الانتخابيه. نعم. فمن ثم ان بطاقه الرقم القومي لا اصل لها ولا وجود لها ولا اهميه لها بالنسبه للمصري المقيم في الخارج، الباسبور او طيب نحن هنا اسمح لي استاذ لطفي، نحن هنا معنا دكتور محمد. دكتور محمد، اذا كانت هذه يعني من المشاكل التي يعاني منها المواطن المصري، انت كيف ترى هذه النقطه من وجهه نظرك؟ هي المشكله احنا اتكلمنا فيها في الانتخابات البرلمانيه السابقه، وطلع فعلا وفد رسمي في الخارج علشان خاطر بطاقة الرقم القومي، واحنا اتكلمنا معاهم فيها، ولعل اخر يعني تشاورات معاهم كانت اول امس وامس بخصوص الرقم القومي، لعلها ان شاء الله هيكون في حل يعني ليها. يعني انا في توجهات باعتماد الاقامه او اعتماد الجواز المصري، ولكن يعني لم يتبقى الى يوم واحد. هو غدا ولكن وحتى هو الان احنا يعني اذا كانت هذه يعني بالفعل مشكله قد تؤرق يعني الكثيرين، فاذا لم يتبقى من الوقت. انت تعرفي بسبب هذه المشكله ان كثير من المصريين في الخارج الان في مصر او بعضهم يعني جاي على الانتخابات ايام الانتخابات علشان خاطر مشكله الرقم القومي. ان شاء الله هيكون ليها حل. احنا عندنا يعني اغلب الظن ان شاء الله خلال الخمس ايام بتوع الانتخابات يسمح باستخدام الجواز واستخدام الاقامه. يعني هذا ما وعدوه يعني وعدونا به. فان شاء الله تتحل هذه المشكله. طيب استاذ لطفي هل انت معي حتى الان؟ هل أيوة نعم. هل نستطيع ان نقول ستعتمدون الاقامه في البلد التي نقيم فيها كما فعلنا في الانتخابات البرلمانيه؟ هذه واحده، لان في مشاكل ثانيه دعني اتكلم فيها ارجوك. تفضل. ما هي المشاكل الاخرى؟ المشكله الثانيه، وهي انت تعرفين حضرتك ان في السعوديه مثلا ان هناك 265 الف ناخب مصري مسجلين في جداول الانتخابات للمصريين في الخارج من 500
85,000، يعني السعودية تشكل أكبر تكتل، والسعودية بلد مترامية الأطراف، والانتخابات بالنسبة لنا بتكون يا إما في السفارة المصرية في الرياض يا إما في القنصلية في جدة. الآن يشترطون أنك لابد أن تذهبي بنفسك أو ترسلي عن طريق البريد. فنقول لماذا لا تكون هناك أصلا؟ إحنا بنعمل حاجة تانية اللي هو DHL أو البريد الجماعي، أن كل مجموعة في حي أو كل مجموعة في مكان عمل بياخدوا المظاريف من بعضهم ويرسلوها، وهذه كانت ممتازة. الأمر الثالث والمهم جدا بالنسبة لنا، مؤسسات المجتمع المدني التي تراقب الانتخابات وتشرف عليها، طاقم السفارة يا أختي العزيزة طاقم صغير جدا، إذا أخذنا 265,000 يصوت منهم 200,000 أو 180,000 أو 160,000، فكيف بهذا الطاقم الصغير أن يقوم بعملية التسجيل ويقوم بعملية التدقيق ويقوم بعملية الفرز، وأهم حاجة الشفافية ومراقبة الانتخابات التي نريد جميعا أن تظهر بمظهر مصر الحضاري ومظهر مصر المشرف، وهذا ما تم في انتخابات البرلمانية، انتخابات مجلس الشعب والشورى، حيث قامت مؤسسات المجتمع المدني بتوفير عناصر كثيرة جدا في حدود 140-150 واحد كانوا يشاركون طاقم السفارة، وكانوا بيتكون الليلة بالنهار، ممكن كان بيقعدوا 24 ساعة أو 48 ساعة في السفارة المصرية بالرياض بشهادة السفير المحترم محمود عوف، على دور مؤسسات المجتمع المدني في مساعدة الطاقم القنصلي وطاقم السفارة. وهذه مؤسسات مجتمع المدني من أبناء المصريين ومن الناجبين. طيب أستاذ لطفي، طب أستاذ لطفي يعني رجاء أن تبقى معي، وسيكون معي أيضا السفير محمد المنيسي رئيس هيئة رعاية المصريين بالخارج. مرحبا بك سيادة السفير. مساء الخير سيادة السفير. يعني أنا معي أستاذ لطفي عبد اللطيف رئيس رابطة الإعلاميين المصريين بالسعودية، لديه بعض المشاكل. بداية يتحدث عن الرقم القومي، وهل من الممكن أن يكون هناك بديل لاستخدام يعني بدلا من الرقم القومي، لأنه يرى أنه هذا قد يكون مشكلة لدى الكثيرين من المواطنين المصريين بالخارج. ثانيا يتحدث خليني أخذهم مشكلة مشكلة. نعم. مشكلة الرقم القومي أنا أتفق معاه تماما في كل ما قاله، وإن الحقيقة الاقتراح اللي كان مقدم من وزارة الخارجية هو إن يتم استخدام الرقم القومي وليس بطاقة الرقم القومي. هناك فرق كبير أنا هشرحه أوضحه في عجالة سريعة. نعم. وجواز السفر، الفرق بين بطاقة الرقم القومي وبين الرقم القومي، الرقم القومي لأي مواطن مصري ولد على أرض مصر بعد 1 يناير سنة 1900 لديه رقم قومي موجود على شهادة الميلاد المميكنة اللي بتصدر حاليا من مصلحة الأحوال المدنية. وبناء عليه يمكن، وده كان اقتراح وزارة الخارجية أصلا، أن يتم استخدام الرقم القومي ويتم التحقق من الشخصية بجواز السفر اللي هو مستند التعامل الرئيسي بين المواطن وبين السفارة والقنصلية خارج مصر. طب اسمح لي سيادة السفير، يعني في هذه النقطة تحديدا يبدو من المنطق أن يكون جواز السفر هو الأساس، لأنه بالفعل هو الرقم القومي للمواطن المصري خارج بالضبط. مصر تمام. طب لماذا لا يتم استخدامه مباشرة بدون يعني بدون الرقم أو البطاقة؟ لا، هو بدون البطاقة ممكن، أما بالرقم القومي لسبب آخر. حتى معنا سؤالي هنا، لماذا لا يكون هناك المزيد من التسهيلات؟ ما النقطة الحقيقة، إحنا شرحنا المسألة دي للجنة العليا للانتخابات في انتخابات مجلسي الشعب والشورى، ولكن صمموا على البطاقة البلاستيكية. مشكلة البطاقة البلاستيكية إن جزء كبير، يعني لا نسبة لا تزيد عن 10-15% من المصريين المقيمين خارج مصر لديهم هذه البطاقة. وعشان كده هتجدي حضرتك إن من وسط حوالي 7 مليون مصري يقيمون خارج مصر حاليا لم يسجل للمشاركة في انتخابات سواء الرئاسة أو مجلس الشعب والشورى أكثر من 600,000، اللي هو نقدر نقول أقل من 10%. نعم. لنظرا لإصرار اللجنة العليا للانتخابات على وجود البطاقة البلاستيكية للرقم القومي. نعم. إنما لو كان أخذ برأي وزارة الخارجية في أن الرقم القومي اللي موجود على شهادة ميلاد المواطن مع جواز السفر، أنا متأكد أن عدد المسجلين
كان لن يقل عن 3 مليون ناخب في طيب مصر. يعني نفهم من ذلك أنه لن يكون يعني غدا سيكون الاستخدام هو رقم الرقم وليس البطاقة نفسها وليس طيب وليس الجواز. طيب في نقطة أخرى احنا برضو عايز أوضح نقطة أهدئ بها خواطر ولادنا وأهلنا اللي موجودين خارج مصر. المسألة كانت بالنسبة لنا مسألة جديدة تماما، وإحنا كان المكسب الرئيسي لنا هو أن احنا حصلنا على الموافقة على مشاركة جاليتنا في الخارج في الحياة السياسية في مصر. نعم. لأن ده كان مش موجود في السابق. فمجرد فعشان كده الحقيقة كان الوقت في الفترة اللي المتاحة أمام السفارات والقنصليات المصرية للاستعداد للعملية كانت محدودة جدا. ولكن كانت هناك انتخابات برلمانية سابقة يعني يا سيادة السفير. طيب عفوا سيادة السفير يعني على المقاطعة، ولكن لم يتبقى لي إلا يعني قليل من الوقت، وسأشرك معي دكتور محمد. دكتور محمد أستاذ لطفي أيضا تحدث عن دور مؤسسات المجتمع المدني، كيف تنظر إلى هذه النقطة؟ لنعود إلى سيادة السفير بعد ذلك يكون الختام. أنا معلش بس أرجع لجزئية صغيرة كده أعلق عليها، هو عدد المصريين في السعودية اللي ليهم الحق إن هم هيطلب أصواتهم إن شاء الله غدا 586 ألف مصري، بزيادة 266 ألف عن اللي صوتوا في انتخابات البرلمانية. نعم. الجواز رقم الجواز أو الجواز أو الرقم القومي المشكلة إن شاء الله هتكون محلولة بشكل أو بآخر، لأن خاصة المصريين اللي في الخارج خلال الفترة اللي فاتت دي أغلبهم نزل عمل بطاقة رقم القومي، وبالإضافة إلى أن في لجنة كانت من وزارة الداخلية ووزارة الخارجية سافرت في الخارج لإصدار بطاقات الرقم القومي. عفوا، ولكن حتى نخرج من هذه النقطة ندخل في نقطة مؤسسات المجتمع المدني. مؤسسات المجتمع المدني بتشارك بشكل مباشر وغير مباشر في عملية الرقابة على الانتخابات، وفي يمكن السيد لطفي يعلم ذلك أن مسموح للمصريين في الخارج وخاصة في السعودية بمتابعة العملية الانتخابية، وهي بتتم من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 8 مساء، وفي أيام العطلات كمان، يعني هي بتاخد المدة من 11 ل 17 مستمرة. ومشاركة من المجتمع المؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية كذلك، يعني في ناس رايحة من هنا عشان تراقب العملية وتشرف عليها كذلك. سيادة السفير فيما يخص مؤسسات المجتمع المدني، هل سيكون هناك أي مشكلة أن يكون هناك مراقبة أيضا مع القنصليات والسفارات المصرية بالخارج؟ إطلاقا بالعكس، احنا نرحب بذلك. احنا الحقيقة عايزين نؤكد للجميع أن احنا بنسعى للخروج بالانتخابات نزيهة تماما وشفاف، وهناك شفافية كاملة في كل الإجراءات بداية من التسجيل حتى فرز الأصوات وإعلان النتيجة. نعم، شكرا. أو فرز النتيجة وإرسالها للجنة العليا. نعم. للانتخابات. شكرا جزيلا، لضمها إلى نتائج الانتخابات داخل مصر. نعم، شكرا جزيلا لك سيادة السفير محمد المنيسي رئيس هيئة رعاية المصريين بالخارج. أستاذ لطفي هل أنت معي حتى الآن؟ دعيني توضيح لو سمحتي. طيب في عجالة سريعة لأن لم يتبقى لنا الكثير من الوقت. تفضل. عدد المسجلين من المصريين في الخارج على موقع اللجنة العليا للانتخابات 586 ألف، المسجلين في السعودية منهم 262 ألف و400، هذا هو المسجل في السعودية. و119 رجاءً ابقى معي. طب رجاءً ابقى معي. نعم. دكتور محمد، يعني هناك فجوة في فيما يقوله أستاذ لطفي، و يعني مش خلاف، ولكن هي الانتخابات فجوة في الأرقام، يعني 300 تصل إلى 300 ألف ناخب، 300 يعني 265 ألف ناخب مسجلين، ويقول الرقم الحقيقي 585 ألف. هذا هو بالفعل زي ما قال الأستاذ لطفي، فعلا المسجل والمتاح له حرية التصويت. ليس المسجل، هو مسجل يعني ايه؟ المسجل متاح له حريه التصويت. نعم. واللي هيثبت ذلك خلال فتره الانتخابات هنشوف العدد قد ايه اللي تم يعني. طب يعني هل الرقم اللي هو 585 الف ناخب سيكون 86. سيكون لهم جميعا الحق في التصويت؟ لهم الحق في التصويت، ترى هم مسجلين لهم الحق في التصويت. استاذ لطفي تفضل. الأمر المهم جدا مراعاة ظروف البلد التي يعيش فيها المصريين في الخارج، ولكن في النهاية دكتور محمد بيقول أنهم الجميع سيكون لهم الحق في التصويت.
من انا اعرف انا عارف بس دعني اوضح لك نقطتي بعد اذن حضرتك. تفضل يعني تفضل. ال 263 الف المصريين الذين يحق لهم الانتخاب في السعوديه ينتخبوا عن طريقين فقط، يا اما السفاره في الرياض يا اما القنصليه في جده. وهناك ايضا بالبريد، وهناك ايضا بالبريد من الممكن. أيوة نعم ان نعم نعم السفاره يا اختي العزيزه موجوده في الحي الدبلوماسي، عندما يكون الكم الاكبر من المصريين الموجودين في العاصمه الرياض يذهبون للوضع التصويت او مظاريف التصويت في السفاره، الدخول للحي الدبلوماسي له ترتيبات كبيره جدا. لو وضعنا يعني رقم كده هنقول ان حوالي 10,000 مصري يذهبوا يوميا على مدى الخمس ايام الى السفاره في الحي الدبلوماسي. طيب. ودخول الحي الدبلوماسي له ترتيبات طيب كبيرة سناخذ جداً. هذا الرد من دكتور محمد، وشكرا جزيلا لك يا استاذ لطفي عبد اللطيف رئيس رابطه الاعلاميين المصريين بالسعوديه، شكرا جزيلا لك. انا بطمن الاخ لطفي وجميع المصريين في الخارج، هو العدد الرسمي هو 586 ألف مصري مسجلين على موقع اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة، والجميع لهم الحق في التصويت، ما فيش حاجة اسمها جزء منهم ترى مسجل خلاص له الحق في التصويت، ما لم يكن هناك بقى مشكلة تطرأ ساعتها لما نتكلم فيها، إنما نعم. حتى الآن 586 ألف مصري المسجلين الآن لهم الحق أنهم يصوتوا في الانتخابات الرئاسية من غدا إن شاء الله وحتى يوم 17. أنا بطمن كل اللي عندهم هواجس وهموم بالنسبة للمصريين في الخارج في العملية الانتخابية، إن شاء الله إن شاء الله يعني بمتابعة الجهات المسؤولة والمعنية ونرى فيها إن شاء الله مدى يعني الإخلاص التام في توفير الغطاء يعني الرسمي لحرية تمكينهم من التصويت. أنا شايف أنه عملية الذهاب إلى القنصلية أو إلى السفارة أو عملية إرسال التصويت بالبريد أمر طبيعي جدا ولم يكن في شيء، وده متبع في كل الدول طيب العالم. في جميع الأحوال يعني نتمنى أن يكون هناك يعني انتخابات حرة ونزيهة بالخارج. شكرا جزيلا لك. أنا معي دكتور محمد سعد منسق الاتحاد العام للجاليات المصرية بالخارج، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام شكرا لكم، على رأس الساعة تأتيكم الزميلة دينا موسى وموجز الأبرز وآخر الأخبار، فابقوا معنا.